الفنانة نادين نسيب نجيم مع أبنائها بعد طلاقها وتفاصيل الطلاق ومعلومات لأول مرة. الفنانة نادين نسيب نجيم فتاة شابة وضعت طموحها نصب عينها. أحبت الشهرة والأضواء منذ صغرها، اهتمت بجمالها واستغلت نقاط القوة في شخصيتها. تمنت أن تحصد لقب ملكة جمال، تدربت وعملت على نفسها لكي تستفيد من موهبتها. تميزت بطيبة القلب والبعد عن المشاكل وحبها للجميع. إنها الفنانة اللبنانية الجميلة نادين نسيب نجيم. الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعد الطلاق أصبحت تظهر كثيرا مع طفليها بعد أن كانت تخفيهما. فمنذ أن أعلنت النجمة اللبنانية انفصالها عن زوجها هادي أسمر قبل أسبوعين تقريبا، وأصبحت تحرص على مشاركة متابعيها بصور وفيديوهات لطفليها. طفليها هافين وجوفاني، وتوثق أبرز لحظاتها المميزة معها. بالرغم من أن نادين نجيم كانت تحرص من قبل على إخفائهم عن وسائل الإعلام المختلفة وعدم نشر صورهم أو تفاصيل حياتهم عبر حسابها على انستغرام، إلا أن هذا الوضع قد تغير بعد الانفصال، فباتت تنشر صورهم بشكل مكثف. وهو ما جعل بعض متابعيها يفسرون ذلك بأنها تحاول إثبات أن الطلاق لم يؤثر على علاقتها بأطفالها وعلى دورها كأم. والفنانة اللبنانية نادين نجيم كانت قد أعلنت قبل أسبوعين عبر حسابها على موقع تويتر انفصالها عن زوجها المهندس هادي أسمر. وبحسب المعلومات، اتفقت نادين وهادي قبل عام تقريبا على الانفصال كزوجين، لكنهما قررا أن تأخذ الأمور وقتها الطبيعي. وذلك لتحضير ولديها هافين وجوفاني على هذه الخطوة المصيرية في حياتهما، وكي لا تؤثر سلبا على عامهما الدراسي أيضا. وفضلا التكتم على هذا الموضوع حتى الانتهاء من معاملات الطلاق، ولهذا السبب بقيت نادين نجيم مع زوجها هادي أسمر والولدين في نفس المنزل رغم الانفصال. وكانت نادين نجيم تزوجت من هادي أسمر في 16 يونيو عام 2012 بعد قصة حب دامت لشهور، ورزقت منه بولدين هافين عام 2013 وجوفاني في عام 2014. وقد كان زوجها السابق يفضل الابتعاد عن أعين الكاميرات دائما، وكان ظهوره مقتصرا على المناسبات فقط. وبالرغم من فارق السن بينهما الذي يصل إلى حوالي 16 عاما، إلا أنها كانت لا تعتبر ذلك مشكلة. وقد تقدم المهندس هادي أسمر لخطبة نادين نجيم بعد قصة حب دامت بينهما عدة أشهر، ففي لقاء بينهما أمسك بيدها تحت الطاولة
ووضع الخاتم في إصبعها، مما جعل نادين تتفاجأ كثيرا في البداية، ومن ثم تقبلت الموضوع بسرعة وتزوج على الفور. والفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيب عمرها 35 عام، حيث ولدت في 7 فبراير في عام 84 في دورس في بعلبك لأب مسيحي لبناني وأم مسلمة تونسية اسمها سميرة. ولم تجد نادين نجيب صعوبة في التعايش بين أمها وأبيها بسبب اختلافهما الديني. درست الفنانة نادين نجيم ونالت إجازة من كلية إدارة الأعمال في لبنان، وقد بدأت عملها كعارضة أزياء في عمر 16 سنة. وقد نالت نادين نجيم عدة ألقاب ومن ثم عدة جوائز كممثلة محترفة، منها لقب ملكة جمال المرأة السمراء عام 2000 والوصيفة الثانية لملكة جمال آسيا عام 2004. كما حازت على ملكة جمال الوجه في العام 2004 وملكة جمال لبنان عام 2004-2005 وملكة جمال لؤلؤة الكون عام 2005. برعت نادين نجيم كممثلة في مجال الدراما، حيث كان أول ظهور تلفزيوني لها عام 2008 في مسلسل خطوة حب الذي عرض على قناة LBC. وبعد النجاح الذي حققته تابعت نادين نجيم مشوارها في التمثيل بأدوار مختلفة، حتى لم يعد يقتصر وصفها كممثلة لبنانية، بل أصبحت ممثلة عربية شاملة. ومن المسلسلات التي شاركت بها نادين نجيم رجال الحسم في عام 2009، أبواب الغيم في عام 2010، ومطلوب رجال في عام 2010، وذكرى في عام 2011. كما شكلت نادين نجيم ثنائي مع الفنان تيم حسن في مسلسل الهيبة، إضافة إلى مشاركتها مع الفنان قصي خولي والفنان معتصم النهار في مسلسل 5.5. إضافة إلى التمثيل، عملت نادين نجيم كمقدمة برامج لمرتين خلال حياتها الفنية، وذلك في برنامج بيوتي كلينيك في عام 2006 على قناة المستقبل. إضافة إلى برنامج سيدتي في عام 2012 على قناة روتانا خليجية. وقد كانت نادين تعاني من فوبيا الكاميرا، خجولة جدا حين وقفت أول مرة أمام الكاميرا، إلى أن أحست بالأريحية قبل طاقم العمل التلفزيوني. ومن هواياتها السباحة وركوب الدراجات ولعب كرة الطائرة، إضافة إلى أنها تحب أن تسمى باسمها الثلاثي ألا وهو نادين نسيب نجيم. وكانت قد صرحت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم في إحدى البرامج: أنا طبخها لذيذ وتجيد تغذية عائلتها جيداً.